نوابكم ونواب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية اللي في هذا المنبر حاولوا خلال أسابيع من النضال أنهم يفرضوا أن التصويت يعود سري. التصويت في الجمعية الوطنية كان يتلاعب به، كان نصف سري، هذا مهم وقد يؤدي إلى نتيجة، ونختار ناس ما تشابه كاملة وحد ما يعجل، والتاريخ يدور يسجل إلى عد رجيزين يدور يسجلون لهم التاريخ، وإلى من ينفضوا وطنهم يدور من يسجل لهم التاريخ. وشكرا.